waxa loo baahan yahay in bishan la kordhiyo cunada dadka la siinayo salafka qaar kamid ah waxay afurin jireen dad badan bishu marka ay dhamaatana qof walba waxay siin jireen xaqul ciid bay siin jireen dhar bay ka bixin jireen dadka ilaahay subxaanahu ta'ala wax siiyay waa inay arrinka ku baraarugaan waxaan jeclaa insha Allahu ta'ala inaan walaalaha muslimiinta iyo naftaydaba أن حسوسيو حال السلف الصالح في رمضان تدكي وناك سناء هراء صحابة النبي يو تابعين تي يو مدي هراء سيدا اي بيش الصون حال كود او اها يان دوني انا كلمات كايدا هدو مركو هراء بيشان بركيسان بيش رمضان وحويان وبل إلهي سبحانه وتعالى وكوكار يالي فضل الديرادة وانو بلاها كالسينين وبشي قرآن كسود دقي وبشي نبي عليه الصلاة والسلام وقود يقبضنا وبشي مغفرة يد مدافك وبشي توبادة وبشي البابة النار تلحرو وشيادين تلحرو والبابة جاندة اللفرو وبشي هبينك الليلة القدر قال لقول حق ريي بشاس مركاي بلاطو ينادي مناد وحقا الله كدواقا ملك بعد دواقا وحيرا يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر قفك خيرك الدول يو خيرك سو قابل أكاله قفك شركة دون يونا شركة كقابسو ولله عتقاء من النار إلهي سبحانه وتعالى وحليه ضده كحرية النارتا وذلك في كل الليلة أبين والبا إلهي النارتا يكحرية سبحانه وتعالى بيش النوع عاصة مركا أي سو دودة هاي وحيو ديار قروبي شرندتكي وناكسنا مركا أي سو قشنا وحكو قاريالي شرين عبادات ووين والنبي عليه الصلاة والسلام كقد يدين وآني براها كلا آني قبان شرينين أما آي سيارو قبان شرين ملك الله يقول إيضا ملك أنه تصالك السوق هذا أنه قرآنك كريمك ما دام آي تبيشو قرآنك سودقي سيدة إلهي بقرآنك سكون الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن waxay ku dadaali jireen dadkii wanaagsanaa salafka ahaa inay quraanka akhriyaan oo si ka badan sida bilaha kale ay u akhriyaan ay u akhriyaan Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu quraanka uu khatimi jiray maalintii ba hal jeer buu khatimi jiray wakadhalika al-aswad ibn yazid ورقي تابعين تا كمدا قرآن ختمي شير بيش رمضان لبدي عبين بمر بو ختمي شير سعيد بن الجبير وستنا رقي تابعين تا كمدا ها قرآن كوحو ختمي شير لبدي عبين بمر بو ختمي شير إمام البخاري وحاو ختمي شير إساقونا سيدا سوكالة بيش رمضان انتا إن عن كيرا أيو ختمي شري ولما جارها وحسمين شري وحجوجين شري أعماشك على إسقى يا إمام مالك لما دوبه وحجوجين شران مالين والبه الختم أيو قرآن كأيو ختمي شر إمام مالك ندروس تودم وحجوجين شر قرآن كأيو أجو يشري بسا تذكر أجو بتصدق قرآن ك oo quraanka si xoogan u akhrin jiray waxa kamid ah imaam shaafici oo la yiri lixdan jeer buu khatimi jiray bisha rabadaan taas waxay ku tusinaysaa in ay salafku bisha rabadaan ay kordhin jireen quraanka akhriskiisa haddii dadka qaarkood ay isweydiiyaan oo yidhaahdaan yaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegin saddex habeen wax ka badan qofkii quraanka ku akhriya quraankii fahmi maayo وهلك آنو نهي كتيرنين المرجب الحنبل وحكسه نقلنا يا
علماء بدون السلف هي سيد إمام أحمد يا إسحاق بن راهويهن يا غير كتبة إن أي تهاي قفك سيتشوك تاء صدح عشرة وحكير قراك كو أخري أي نهي قاسي كو سابسية لكن وقت يضا فاضل كاي فضل قاله يا أماكن تأي ميالها فضل قاله قرانك إن لأخريو صدح بيه وحكير وجائز بأرنية تاس أين السلف ساس أين تفسير كأوقاتين وارد تكينتين قرانك أخريان صحابضة iyo taabiciinta iyo ragii ka dambeeyayba in ka badan aan waxa weeyaan 30 jeer bisha Ramadaan ay akhriyaan waxa kamid ahaa waxyaalaha ay bishan sida gaarka ah aan cibaado gaar ah u saban jireen qiyaamul leylka oo ay sanadka oo dhan ay de salaatul leylka ay tukadaan sanadka oo dhan هذا صلاة مقعد اللي هي صلاة التراويح أي تكن شرين أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحقو أمري أبي بن كعب هي تميم الداري إن يدتك كوم يعتبر عدود أي كنت تشيان مركا كوم يعتبر كارك عدود بي كنت تشين شرين سورة ده دار وحي بقولك هي لبضى بقول آيادات كوبان أي قرآن أي كآخرين شيرين إلى واجب بريجيس أي صلاة دقوتا جنان شيرين حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح إلى أي وإلى واحد نكبر قرين أي سحور تبرنا دافت دق دق بانو سحورا شيرنا مركا تراوح على قبح حنا لقيا بين صلاة عشاء دبده ده إلى يجلي شيرين تراوح ده أي هبين ودن صلاة دقوتا جنان شيرين marka taana wax weeyaan aan inta awoodi karaan dadku in lagu tujiyo weeye laakiin waxaan ku tusinayaa in ay dadkaasi cibaadadaas aan taraawiixda ah ama qiyaamul leylka ah in ay habeenkii waqti badan ay ku qaadan jireen wakadalika qiimaha bishan iyagoo fahamsan dadkii wanaagsanaa ee salafka ahaa waxa kale oo iyaguna ay waqti badan ay ku bixin jireen sadaqaadka oo bishan waa bishii nabiga kaleey salatu wasalaam ugu deeq badnaa waxa uu yiri abdullah ibn abbas kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ajwada an-naas bil khayr dad oo dhan isaga ugu deeq badnaa xagga khayrka wa kaana ajwad ma yakuun fi shahr ramadaan wuxuu ugu si deeq badnaa bisha barakeysan ee ramadaan جبريل عليه السلام نبي عليه الصلاة والسلام أيهو إيمان شري سنة كستا بشهر رمضان أيوم لكل مشري إلى بش هبين والبا إلى بش أي صدى كوب حضو صدى درادة با مركو ملقو إيما دو نبي عليه الصلاة والسلام نبي قرآن كو حكود الأخرين شري أو بندقي شري ملك جبريل marka uu malaku jibriil la kulmo ayuu yiri abdullah ibn abbas kana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ajwada bil khayr min ar-riih al-mursala haga khayrka wuxuu kaga deeq badnaa dabaysha hoohadka ah ee allah u soo diray ee roobka xambaarsan uu ka khayr badnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka deeq badnaa yaani waa deeqdi ilaahay dabaysha roobka sida ka soo horeysa ee saxan saxada ah ee waxa weeyaan dadka oo dhab ay bishaareysanayaan oo reyn reyn ay dareemayaan marka nabigu kaleey salaatu wasalaam habeenka uu jibriil la kulmo uu ka deeq badnaa uuna ka farxad badnaa saa daraaddeed baa imaamu shaafici wuxuu yidhi uxibbu lirajul alziyaadata biljuudi fii shahr ramadaan waxaan la jeclahay ruuxa muslimka ahi inuu deeqda kordhiyo iyo waxbixinta بيش رمضان صوبتنا وحويا اقتداء برسول الله رسول الله كده يشوف كده يرى يو هي ولي حاجة الناس فيه هي ضدك أو باهي قبا درتيد وهي ضدك وحكم مشكل سيهين صلاة دي هي صوم كي هي قيام الليل كي أي تراويح دي هي أي كم مشكل سيهين سيدا أوجد وحلقها بارنتها سينا أنا الشغبة تجين عبادة أون أي ك
كوشيران ردتك عبادة كوشيرا اي عن شقيرين اي عنانا اوباهن ان فضلك ان امام البخار دياي وانو هالكا كرديا امام البخاري نواكر هذا بابو اطعام الطعام من خصال الاسلام مركا تا ان انتدى ددك لا سيو waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu fadliga badan een marka saadaraadeed walaalayaal waxa loo baahan yahay in bishan la kordhiyo cunada dadka la siinayo oo qiyaamkii la kordhiyo salaatul leelkii een dadku wixii dad badan baa tukada laakiin taraawixdii aad loo kordhiyo oo waqti badan lagu qaato quraan akhriskiina in la kordhiyo وردي لكرديو عبادات كي كلوردي لكرديو أهل كي قرابة دي هي حكتة دي حجرين تودي لكرديو سلف كقار كم بده وحيس أفرين شرين ضد بدن بس عمر كاي دم عتنا قف والبا وحيسين شرين عيديات حق العيد بيسين شرين ضربة كبحين شرين ضد كي الله سبحانه وتعالى وحسيه وين أركا كبر أرجان قف والبا أو كعبادة استا wuxuu u fudud qofkii maalka ilaahay siiyay maalka ku cibaadeysta qofkii quraanka ilaahay baray quraanka ku cibaadeysta qofkan quraanka akhriyo inuu wardiga dabada qabsado weeyey qofkii cunada iyo afurka dadka siin kara inuu afuriyo weeyey marka waa inaynu dadkii wanaagsanaa ee nabigeena Cali (saw) iyo saxaabadii ay ugu horeeyaan inaynu ku dayanaa oo kaga dayanaa khayrka oo loo baratamaa hadii ilaahay bisha Ramadaan ku gaarsiiyo dad badan baa ku duceysta ilaahay bisha Ramadaan na gaarsii لكن تاسو كلي دعاء معها إلى هاي دوك قارسيو وعبادة دي لقى حرو أما لقى أقبل واي وحبك وقوم تشلا بس رمضان إنا تسو قارد بل أيه ده أبو عريس كوا وعمل كصالح ها إلى هاي هاي نكرسيو وإلى هاي سبحانه وتعالى هاي نقى أقبله ما لين يتشوك نبا نمضى المسلمين تاع عامهان إيه نمضى الصوماليات قارهان إلى هاي سبحانه وتعالى نبت قليو يعافمات إيه ولا التنمو aan ilaahay subhanahu wa ta'ala hasiyo khalqalka iyo khilaafka ilaahay ka dhaxsaaro aan waana ina dhamaantii iswada cafina asalla tabaaraka ta'ala an yarzuqa aleena al-ilma an-naafi' wal-amal as-saalih sallallahu ala nabiyyina muhammad ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeeg internet ka ay fiber optic kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121